نروح لاخبار المصارعه والاتحاد المصري للمصارعه حدد يوم السبت اللي جاي موعد اجتماع مجلس الاداره علشان يناقش تحديد موعد الجمعيه العموميه اللي هيتم خلالها انتخاب مجلس اداره جديد لاداره الاتحاد في الاربع سنوات القادمه. طبعا احنا عارفين الفتره دي طبعا كلها الاتحاد كلها بتستعد لاجراء انتخابات وفقا طبعا للتصنيف اللي اعلنته اللجنه الاولمبيه في ان الجمعيه العموميه للمصارعه هتضم 22 هيئه رياضيه هيكون لها حق التصويت والحضور في انتخابات الاتحاد. يمكن فتره مهمه جدا ومن اهم فترات الاتحاد الرياضيه هي الانتخابات، واللي بنتمنى كلنا انها تفرز الافضل والاصلح لقياده سفينه الرياضه المصريه طبعا حتى اولمبيات لوس انجلوس 2028. ومش شرط تكون انت مارست اللعبه قبل كده وعندك تاريخ كبير عشان تقدر تدير اللعبه. الاداره حاجه وممارسه الرياضه او ممارسه اللعبه دي حاجه تانية خالص. خلينا نخرج لفاصل ونرجع بقى نستقبل ضيفنا طبعا كابتن ايهاب عبد الرحمن، فانتظرونا.